ما يخص الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل. بما يخص عقود ما قبل التشغيل، وكان فيه قرار تاع الإدماج تاعهم منذ سنتين، والإدماج راهو يدار درك، رانا ننتيغريو فيهم في لو ديسبوزيتيف تدريجيا. هادو كاين زوج أصناف، كاين الجامعيين اللي كان عندهم المدخول تاعهم 15000 دينار وراحين يندمجوا خلال هذه السنة والسنة المقبلة إن شاء الله. كاينين اللي كانوا يتقاضوا أقل من 10000 دينار جزائري، وبقرار من رئيس الجمهورية زدنا رفعنا لهم المدخول تاعهم إلى 13000 دينار جزائري، وبضمان الإدماج تاعهم عن قريب، يعني خلال هذه السنة والسنة الجاية ويكونوا كموظفين بصفة نهائية، يكون عندهم كل الامتيازات اللي كاينين سواء في ان لا سيكوريتي سوسيال وكل، وايجالمون تكون عندهم لا روتريت ان شاء الله. اذا هاد الثلث انماط هادو الثلث وكل راح يكون سمينا لونيفيكاسيون دي ديسبوزيتيف، والتوحيد كل اجهزه بيكون جهاز واحد. كاين جهاز اللي يخدم بصفة نهائية، كاين جهاز اللي هو في البطالة ويعني يستفد منها إلى غاية حصوله على منصب شغل. نعم.